مبقاش عايزه اصحى. ايه المشكله؟ قبل ما انام ببقى بني ادم وبعد ما اصحى بني ادم تاني. عادي يا برتاح في الغسالة فبستحمى كتير، بحس اني بنضف من بره ومن جوه. طول عمري بحب الغسالة وكل مره بحس اني بني ادم تاني. فدخل دماغي جواها من فاضي، جوه الحمام، جوه السرير، جوه دماغي. لو جربت هتعرف انا بتكلم على ايه. هتلاقي نفسك كانك بتتكلم في ميكروفون وناس تانية كتير قوي بترد عليك. كل يوم بقول النهارده المواعيد مش هتفوت. كل حاجه كانت بتحصل جوه الغسالة. مين اللي قال ان كل حاجه بتعدي؟ انا حتى اصحابي عدتهم جواك. 25 فبراير 2004 كان المفروض يوم هيوصل. برج الحوت مجاش. الغساله كانت دايما معايا. اصل ماما والدتي كانت دايما مشغوله حتى وهي معايا. احساس بالوحدة، احساس بالذنب. لما عيطت قوي وانهارت وانا داخله سالوني لو عايزاه، قلت لا. مشغوله حتى وهي معايا، اصلها كانت مهمه. كل حاجه كانت بارده. المستشفيات دايما بارده، ساكنه، سكوت فظيع يجيب صداع. كنت مخنوقه بس هاديه، هدومي كانت هاديه، ساقه، حاجه جوايا فاضيه. Thank you.